السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة خديجة بلال كيتشن. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم طبق ديال السمك في الفرن، كيجي رائع بالخضر. أتمنى أنكم تكملوا الفيديو وينال الإعجاب ديالكم إن شاء الله. وإلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة، ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. خليكم دابا مع المكونات وطريقة التحضير. عندي بصلة متوسطة قطعتها دوائر على هذا الشكل، عندي مطيشة جوج حبات ديال الطماطم هما قطعتهم على هذا الشكل، وعندي بطاطا قطعتها دوائر، بطاطا الحلوة حتى هي، وعندي الفلفل الألوان حتى هو قطعته شرائح ممكن تقطعه دوائر، وعندي خيزو أو الجزر حتى هو قطعته دوائر، الكمية كتبقى حسب الرغبة. وعندي هنايا سمك سالمون قطعته على هذا الشكل، ممكن تخليه طرف يعني كبير. عندي هنايا عصير نصف حامضه، وعندي القزبر والمعدنوس، وعندي ربع كاس ديال زيت الزيتون، عندي القشور ديال الحامض مصير، وعندي الحامض مصير نصف حامضه، وعندي ربع الفصوص ديال الثوم، وعندي الزيتون. بالنسبه للتوابل عندي ملعقه صغيره ديال الخرقوم، عندي راس ملعقه ديال الابزار الابيض، انا استعملت ابزار ابيض، عندي راس ملعقه ديال القزبر حبوب، وعندي ملعقه صغيره ديال سكنجبير، عندي ملعقه صغيره ديال الكمون، وعندي الملح على حسب الذوق، وعندي ملعقه كبيره ديال التحميره، وعندي توابل السمك. الا ما كانش ممكن تستغنوا عنها، ديروا غير توابل اخرى راها كافيه. ندوزو دابا الطريقه. غادي نوضع التوابل في هذا الاناء، غادي نضيف عليهم القزبر والمعدنوس، كمية من القزبر والمعدنوس، وغادي نضيف عليهم زيت الزيتون وعصير ديال نصف حامضة، وغادي نضيف الثوم الحامض مصير، لي اللب ديال الحامض مصير، وغادي نخلط هاد الشرموله ديال الحوت. ممكن توضعوها في الخلاط وطحنوها، انا درت ليها غير هالطريقه، يعني سهله هالطريقه صافي. وغادي ندير شويه ديال الماء باش نخلط هاد الشرموله، وغادا نوضع فيها السمك ديال السالمون. انا حيدت لي هذيك القشره اللي كتكون فيه التحت او الجلد ديال السمك، وكنوضعوا في هاد الشرموله، كيتشرب ليا هاد الشرموله مزيان، وكنديروا في نكملوا الفيديو ان شاء الله. اذا كان عندكم الوقت ممكن تخلوه يعني ساعة أو ساعتين يتشرب فيها هذاك التوابل، إلا ما كانش عندكم الوقت ممكن تستعملوا هذيك الساعة. وعندي هاد المول اللي غادي نوضع فيه الخضر والسمك، غادي وضعت فيه شوية ديال زيت الزيتون، غادي ندهنو بزيت الزيتون بهاد الشكل، وغادي نستف فيه البصلة اللي قطعتها دوائر على هاد الشكل، وغادا نوضع الطماطم او مطيشة، وغادا نبدا كنوضع في الخضر الخيزو او الجزر،
يعني الكمية كتبقى على حسب عدد الأفراد وعلى حسب الكمية اللي كتبغيو توما تستعملوا. أنا ضفت هاد الكمية يعني على حسب العدد الأشخاص اللي غاديين ياكلوا هاد الطبق. وكان وضع البطاطا العادية والبطاطا الحلوة. ممكن تستعملوا أي نوع من الخضرة كتفضلوا. أنا استعملت هاد الخضر اللي كانت عندي موجودة هي اللي استعملت. ممكن تستعملوا أي خضرة كتفضلوا وأي خضرة عندكم موجودة ممكن تستعملوها. يعني هاد الطبق ديال السمك بالخضر كيجي رائع، ونتمنى أنكم تجربوه بهذه الطريقة وينال الإعجاب ديالكم إن شاء الله. وغدا نوضع السمك السالمون. وغادي نضيف هذيك المطيشه اللي تبقات لي من الاول اللي خليت، غادي نوضعها بهذا الشكل. وغادي ندير الفلفل الوان، ممكن تستعملوا اي لون كتبغيو ولا اي لون متواجد عندكم. انا استعملت هذه الالوان اللي كانت عندي. ممكن تستعملوا لون واحد من الأنواع ديال الفلفل. وغدا نضيف الزيتون. كمية تاع الزيتون تاهي كتبقى يعني اختيارية، الا ما كانش كيعجبكم ممكن ما تديروش. انا كنستعمله يعني في هذا الطبق مع السمك. وهذيك الشرموله اللي بقات لي ديال الحوت ضفت عليها كميه من الماء، وغادي نوضعها عليهم من الفوق يعني على الخضر وعلى السمك من الفوق بهذه الطريقه. يعني كنضيفوا عليها غير كميه شويه ديال الماء صافي، وكنضيفوها من الفوق على الخضر باش هذيك الخضر حتى هي كتجينا بنينه وكتشرب لينا هذيك العطريه ديال الحوت. وعندي هنايا هذاك القشور ديال الحامض مصير، تا هما غادي نوضعهم من الفوق على هذا الشكل. يعني بخصوص السمك راه كيبغي الحامض مصير وكيبغي الثوم. وغادي نضيف هنايا الكميه اللي تبقات ليا ديال القزبر والمعدنوس من الفوق على هذا الشكل. وعندي هنايا ورق الزبده غادي نوضعه على السمك من الفوق بهذا الشكل، وغادي نوضع فوق منه الورق ديال الالومنيوم، وغادي نسد عليه بهذا الشكل، وغادي ندخله الفرن حتى يطيب لي ان شاء الله السمك على 180 درجه. يطيب لي السمك ونشوفوا الشكل ديالو بعد ما نخرجوه من الفرن ان شاء الله.
هو هذا الطبق ديال السمك راه كيجي بنين وكيجي رائع. هذا الطبق بعد ما خرجته من الفرن كيكون على هذا الشكل، ما كنضيفوا ليه لا ماء لا والو، هذاك الخضر هي اللي كتطلق لنا الماء، ومعاه كنسدو عليه كيجي كيطلق هذاك الماء ديال الخضره وكيجي الشكل ديالو زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى ان الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد. ومرحبا بالناس اللي انضموا للقناه، قناتي وقناتكم، وما تنساوش انكم تشيروا الفيديو مع احبابكم مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.